يعني دائما مثل ما بيقولوا الابتسامة أو الضحكة الحلوة هي طريق عبور لقلوب الناس من أولى الأشياء يلي بيلاحظها الناس، يعني هي مثل ما بيقولوا الواجهة أو المراية وعلامة للصحة الجيدة ومنح الشعور بالثقة التي تحتاجها. فكيف ممكن نعالج مشكلات الأسنان اللي هي واجهة الشخص؟ كيف ممكن نبيض أسناننا بشكل طبيعي نحصل على ابتسامة أكثر إشراقا؟ أكيد بدنا نرحب بضيفتنا الدكتورة هزار نشاوي، اختصاصية طب أسنان تجميلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا يسعد فيك. صباحكم، اهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يسعد يسعد صباحك صباحكم. دكتورة هزار. يعني وهلا. الابتسامة هي مثل ما بيقولوا جواز سفر لكثير من القصص بالحياة المجتمعية، فخلينا أول شيء نعرف سر الحصول على ابتسامة أكثر إشراقاً. تمام، يسعد صباحكم. مثل ما بنعرف انه الابتسامه هي بصمه الشخص بالمجتمع، كل ما كانت الابتسامه جميله اكثر كل ما كان الشخص بيقدر يتواصل مع المحيط. صحيح. تمام، ويؤدي وظائف عديده. فبالوقت الحاضر كثير برزت مشكله تجميل الاسنان بانواعها العديده. يعني نحن فينا عندنا خيارات عديده لتجميل الاسنان، ابتداء بالتبييض لتلبيس الاسنان اللي بنسميها التركيب، فصار عندنا خيارات عديدة نحن بنقدر من خلالها نحصل على ابتسامة. نجمل الابتسامة. نعم، نحن حنحكي هلأ على موضوع كتير هلأ بتسألوا عنه الصبايا والشباب حتى، هو تبييض الأسنان. يعني بيجوا بدهم يبيضوا سواء كان تبييض ليزري أو هلأ مثل ما عم نشوف دارج كتير التبييض المنزلي اللي هو عبر قوالب عبر توبات، يمكن حضرتكم أنتم كأطباء بتنصحوا فيها بحسب الحالة. ولكن في حالات للأسنان بيكونوا بيض اسنانه للشخص ولكن معلش بده يبيض اكثر، خلينا نحكي عنه. تمام، هلا التبييض هو من اكثر الاجراءات التجميليه شيوعا، بيتخصص بانه بيقدر يزيل طبقه التصبغات الخارجيه موجوده على سطوح الاسنان، طبقه البليك وكل شيء بقع عندي داكنه خلال فتره قصيره. وطبعا بنركز فيها انه ما يكون في عندي اي اذى للثه او اي اذى للنسج الرخوه. تمام. نعم. فبينقسم التبييض مثل ما حضرتك حكيتي بتبييض ليزري ومنزلي، وفي عندي خيار ثالث اللي هو بنقدر نجيبه من الصيدليات لصاقات التبييض. هلا ابتداء بالتبييض الليزري، هو عبارة عن إجراء بيتم جلسة أو جلستين، كل جلسة بتستغرق مدة ساعة. نحن بنقدر نطبق فيها المادة المبيضة بعد ما نعزل اللثة والنسج الرخوة مشان ما نأذيها، بنطبق مادة التبييض اللي هي جيل هلامية لمدة ساعة، وبعدين بنحصل على نسبة تبييض منيحة بالأسنان نسبة 40%. على كل الأسنان؟ في أسنان ما بتزبط عليها التبييض بالليزر؟ طبعا نحن لازم نركز بالدرجة الأولى إنه ما نطبق التبييض لحتى نعالج الأسنان، يعني إذا عندي أنا مشكلة تسوس أو نخور بالأسنان أنا ما فيني طبق التبييض مباشرة، بنعالج النخور. إذا كان اللثة فيها مشاكل، اللثة متراجعة، انكشاف في جذور الأسنان، بالبداية لازم أعالج كل هدول المشاكل بعدين انتقل للتبييض. نعم. لأنه طبعا بيسبب أذى وضرر يعني أكيد. طيب التبييض المنزلي كمان كتير هلأ لأنه أسعاره كمان، خلينا نحكي عن الأسعار، صارت يعني الاسنان بتكلف مبالغ باهظة، فالناس بتدور على الحلول الانسب اللي بتناسبها. التبييض المنزلي صار في له مواد تجارية، بيقولوا لك في من البلد كذا والبلد كذا، في النوع الاول النوع الثاني النوع الثالث. تمام. كل نوع له يعني سعر معين. كمان خلينا نحكي عن التبييض المنزلي، في حالات عم تتأذى لسه، عم القوالب عم تكتر فيها سائل، عم تتأذى لسه، وفي حالات ما عم تستفيد، في حالات عم تستفيد. كمان خلينا نحكي عنه بتفصيل. تمام، هلا بغض النظر عن انواع التجاريه، نحن ما فينا نطبق اي ماده تبييض منزلي حتى نكون دارسينها لفتره زمنيه معينه. يعني نحن بجامعه دمشق كليه طب الاسنان وبقسم الدراسات العليا قضينا يعني فتره كذا سنه عم نطبق مواد معينه بتركيز معين، فنحن ما فينا يعني نلحق اللون النوع التجاري لحتى اول نختبر نعمل تيست للماده على كذا حاله على كذا مريض، بنشوف هل ممكن تسبب حساسيه بالاسنان على مدى 15 يوم او 20 يوم. فانا بغض النظر لازم اول شيء ركز على
يعني اختار التركيز المعين اللي ما بيضر بالأسنان، تمام، وادرس فاعليته. لذلك في أنواع معينة موجودة بالأسواق موثوقة، هي ممكن يكون سعرها شوي يعني متوسط بس ما بتأثر على الأسنان لفترة طويلة. هلأ ممكن في أنواع كمان تانية تجارية بس أرخص ثمنان بس ممكن تسبب حساسية بالأسنان. صحيح، تمام. فلازم نختار نوع المادة المبيضة بشكل دقيق وموثوق يعني ومجرب، ما ننسى تجاريا أو للدعايات التجارية. صحيح، تمام. يعني دكتورة، يمكن حضرتك وقت يجي لعندك أي مريض وتشوفي طبيعة أسنانه فبيبين معك إذا أسنانه ضعيفة أو أسنانه قوية، يعني ممكن حضرتكم أنتم تنصحوا بنوع التوب. خلينا نحكي أيضا عن، يمكن نوهتي لشغلة كتير أيضا ضرورية هي معالجة مشاكل الأسنان، بعدين نحن بنلجأ للتجميل، لأن أحيانا كتير بيجي لعندك بهمهم بس الواجهة بغض النظر عن المشاكل الأخرى، يمكن بعدين بعد فترة يروح المفعول. في حكيتي حضرتك عن نوع ثالث اسمه لصاقات تبييض بتنشرها هي من الصيدلية، هاي مؤقتة، هل هي مؤقتة، هل هي منيحة مثل ما بيقولوا، نحكي عنها. طبعا حتى اللصاقات في منها أنواع تجارية. هلأ بالدرجة الأولى لازم نختار اللصاقة أنه يكون التركيز فيها ما يكون كتير عالي للمادة المبيضة. نعم. في أنواع مواد مبيضة بتساوي تهتك باللثة أو حروق بسيطة، ممكن تسبب حروق باللثة، تسبب عند المريض بعدين حساسية سنية أو آلام، أو حتى تأثر شوي على شكل اللثة، بقع بيضاء اللثة يكون لها أثر مديد أنه تتراجع، يصير عندي تراجع لثوي. فأنا بختار اللصاقات أنه يكون نوع يعني باستشارة طبيب الأسنان، يفضل بالدرجة الأولى نستشير الطبيب حتى قبل ما نشتريها للمادة، أي أحسن لصاقة يكون هو شايف وضع الأسنان. كيف بيحطوها؟ هي بتيجي عبارة عن شرائط. نعم. بتنحط على الفك العلوي والسفلي لمدة ساعة. تمام. يعني الشريط هو ما بيكون بيتمادى مع كل الأسنان. وبعدها ما في أكل؟ هلا يفضل خلال بالشرائط يومين او ثلاثه نخفف من المشروبات، الشاي، القهوه اللي بتسبب التصبغ. طب خلينا نحكي كمان شوي عن معجين تبييض الاسنان، كمان هذا حل في ناس كثير تلجا له، انه كمان سعره بيكون انه شوي ارخص، مع انه في لا ماركات يعني انه عم تطلع كل يوم شيء جديد، شيء بالفحم، شيء بالهي. صحيح. فخلينا نحكي كمان هل بيستفيدوا عليهم، كمان ممكن اذا استخدموه زياده عن اللزوم يصير في ضرر معين؟ تمام. هلا ظهرت هلا بالفتره الحديثه معجين اسنان حاوي على حبيبات الفحم النشط او بسموها حبيبات النيم، هي ممكن بتقيم طبقه التصبغات يعني، وبتقيم الطبقه الداكنه وطبقه البليك، بس ما بتعطي نتيجه تبييض مثل ما هي المفروضه يعني. يعني ما ممكن مثلا توحد لون الاسنان كلها من العنق للحد القاطع، ممكن تظهر الاسنان عندي بروح واحده يعني نفس اللون. هلا انا عندي مفهوم التبييض مو شرط انا احط على البياض الثلجي، اكيد، بس ممكن انا اعمل تنظيف للاسنان وبعدها تبييض اني احصل على لون موحد للاسنان. صحيح. يعني متناسق بكل سطوح الاسنان. صحيح. يمكن احنا ذكرتي نقطه كثير مهمه، واغلب هلا الصبايا وحتى الشباب بيجوا لعند دكتور اسنان بيقولوا نحن بدنا ابتسامه هوليووديه، يعني بده البياض الناصع يلي احيانا ما بيتلائم مع لون بشرته، احيانا بيكون ضارب على ذراء، يعني كثير عم نشوف هذا الموضوع. قد ايه مهم ايضا تكون الابتسامه لطيفه، قد ايه بتنصحي المرضى او اللي جايين يعملوا تجميل انه يخففوا من حده هذا البياض؟ في عالم بيقول انا بدي اسناني ابيض شيء، ما في شيء اسمه ابيض شيء. قد ايش مهم ايضا نحن نعطي نصائح لكل اللي حابب يعني تكون ابتسامته كل شيء زاد عن حده يعني. ما صحيح. هلا ظهرت ابتسامة هوليود لفترة معينة كانت عبارة عن موضة، بس موضة. اصطفاف أسنان بيضاء يعني، بيضاء هيك من دون ما أنا أركز على شكل الأسنان. صحيح. أو لونها. هلا هي عبارة مثل ما قلنا موضة بتنتهي، أنا لازم بالوقت الحالي لما بدي أعمل سمايل ديزاين، تصميم ابتسامة، ركز على الشكل واللون بنفس الوقت، يعني نقي شكل للأسنان بيناسب شكل وجه المريض، طول الأسنان وعرضها بيناسب لون بشرة المريض، اللون بيلعب درجة أولى. أنا ما مثلا الابتسامة البيضاء الثلجية حطها على لون بشرة ما بيناسبها. فبالوقت الحالي اتجهنا أنه نختار الناتشورال سمايل، الألوان الهادئة واللي بتناسب لون وجه المريض. تمام. فهي ابتسامة هوليوود عبارة عن موضة وانتهت. صحيح. هلأ عم نركز على الشيء الطبيعي اللي بيناسب وجه المريض.
نعم، يعني كمان يمكن ما كل الاسنان بيناسبها مثلا لا الفينير ولا اللومينير، وخاصة انه السن الطبيعي اذا كان حلو رح يخسره الشخص. صحيح. يعني بيخسره تماما، وكل يمكن فترة كم سنة بده يرجع يعيد مثل ما عرفنا. طب خلينا نحكي كيف الواحد ممكن يحصل على نتيجة مضمونة بتبييض الاسنان انت من خلال خبرتك؟ تمام. هلا نحن اول شيء بنشوف هذا السؤال اللي بتنسالي كل يوم. نحن بالدرجه الاولى بنشوف وضع الاسنان واصطفافها مثل ما حكينا، بنشوف اذا في عندي نخور، امراض لثويه، بنعالج كل هي المشاكل، بعدين بننتقل للمرحله الاخيره اللي هي اللون. نعم. فالحل الانسب انه انا ممكن اعمل جلسه تبييض ليزري. نعم. بالليزر بيفيد كل الاسنان؟ الليزري هو فعال بيبيض نسبه 40%. فهلا نحن يعني التكنيك اللي عم نمشي عليه بانه بنعمل جلسه تبييض ليزري، بعدين بننتقل للشكل المنزلي، بنعطي المريض قوالب وماده مبيضه بيطبقهم مخلاق بالمنزل لمده 14 يوم. فهذا التكنيك اللي هو عباره عن يعني 20 نعم. يوم من الليزري ومنزلي بيعطي نتيجه كافيه ممكن تضل لمده سنه. نعم. اذا المريض التزم بالتعليمات وحافظ على العنايه بالصحه الفمية، يعني التزم بالتفريش، خفف من شرب المشروبات اللي بتسبب تسبب الاسنان. نعم. خلينا ايضا نحكي على الانواع، في عالم تنصح بالفينير، في عالم تنصح باللومينير، واحيانا بالزيركون، وهذا ضيان اكثر وهذا اذا انكسر مشكله. فيعني دائما بيحتار الواحد وقت يجي يعمل مثلا اسنانه، بيكونوا اسنانه هن يعني فيهم مشاكل، او حدا كبير بالعمر يعني صلح اسنانه هيك بده يعمل، شو بتنصحي يعني هيك شيء اقرب للطبيعي وكمان ضيان يعني انه معه؟ هلا بالدرجة الأولى كل حالة إلى خصوصيتها، يعني نحن بنشخص بشكل جيد. مثلا في عندي أسنان أنا بالأصل متصبغة داكنة وكمان رايح جزء كبير من الأسنان، نحن بهالحالة بنختار تعويضات تركيبات الزيركون. نعم. ما فيني حط له شيء طبيعي وشفاف لأنه صحيح. بيظهر المشكلة تحته. تمام. أما إذا كانت الأسنان في سن بارز أو متراجع يعني بدي أعمل تعديلات بسيطة، بختار تركيبات الإيماكس، الفينيرز القشرة بحطها يعني من تركيبات الإيماكس. أما إذا المريض مثلا ممكن عامل معالجات تقويمية وأسنانه مصطفة كشكل، يعني الشكل والاصطفاف حلو بس مشكلته باللون، ساعتها أنا بختار له التبييض. نعم. أكيد. طب خلينا نحكي هيك نصائح مهمة بتعطيها لكل العالم اللي أسنانه لسه محافظين على أسنان حلوين، حتى ما يضطروا يعملوا أشياء كتير بهذا الثمن ويخسروا أسنانه. تمام. بالدرجة الأولى بنركز نحن إنه كل يعني كل مرحلة أو كل فترة لازم نعمل إجراءات التنظيف، السكيلينج والبوليشينج، بإنه نزيل طبقة المراجعة دورية للطبيب، نزيل طبقة البليك ونحافظ على شكل الأسنان. نحن إذا كل فترة اهتمينا فيهم ما حنضطر بقى إنه نعمل يعني تبييض أو إجراءات شديدة للأسنان. فالعناية هي الأساس. تمام. فنحن بإجراءات التنظيف يعني التنظيف والتلميع فينا نحن، وبعدين بكفي التفريش ولا لازم يعملوا تنظيف كل فترة على الأسنان عند دكتور؟ يفضل عند الطبيب، يعني كل 3 أو 4 أشهر يفضل نحن نعمل التنظيف، يعني نزيل طبقة اللويحة والكلسل، يمكن لإزالة التكلسات الموجودة. أيوة، طبقات الكلسل اللي بتتراكم. الكلس. تماما. خلينا أيضا دكتورة نحكي عن المدة الزمنية للتبييض، يعني مثلا حضرتك بتنصحي التبييض المنزلي انه استخدموه لعشرة ايام، في عالم لا الله ما في غير بتجيبه وبتبلش بتبيض على مزاجها، وايضا التبييض الليزري ما بيتركوا وقت فراغ بينه وبين المده الزمنيه، يعني مثل انه انت بتنصحي كل 3 شهور تعوا لعندي بتلاقي انه لا كل شهر بدنا نرجع نبيض. قد ايه مهم الالتزام بالمده الزمنيه لحمايه طبقه المينا اللي هي كثير عالم ما بتخسرها. صحيح. هلا يفضل بالتبييض الليزري انه هو كل 6 شهور فقط، يعني كل 6 شهور كافي، ما بيصير انا اعرض الاسنان لمواد التبييض والضوء الليزر يعني بفتره اقل من 6 اشهر. اما التبييض المنزلي اذا كان ساويناه نحن بخلال 2 شهر وضلينا حصلنا على نتيجه منيحه لبعد سنه لحتى ننتقل للتبييض المنزلي. نعم. طبعا ما يفضل كثير اجراءات التبييض، مثل ما حكيتي ممكن نخسر طبقه المينا وهي طبقه لا تعوض بالاسنان. صحيح.
نعم. يعني هيك كمان خلينا نحكي عن اهم الاخطاء الشائعه اللي بتشوفيها بالعنايه بالاسنان من خلال كمان هيك اختلاطك مع بعض المرضى. تمام. هلا من بعض الاخطاء الشائعه انه نحن عندنا التفريش القاسي للاسنان، يعني انا بفرشي بطريقه راده بقوه زائده بتسبب انه تراجع للثه. نعم. كثير هون انا بضرب اللثه، كمان اللثه اذا تراجعت ما بتنمو من اول وجديد، يعني خساره اللثه هي خساره دائمه. فركز على طريقه التفريش الصحيحه واستخدام المعاجين، مثلا اذا الاسنان حساسه نستخدم معجون حاوي على الفلورايد، ما نستخدم اي معجون، يعني كل حاله لها خصوصيتها. تمام. استخدام الخيوط السنيه، واذا مو يوميا يوم اي يوم لا، بين الاسنان تنظيف المسافات بين السنيه. نعم. هي الاجراءات كافيه يعني كعنايه يوميه بالمنزل. تمام. يعني نحن بس بدنا نشكرك، ولكن بدنا نصيحة هيك لكل اللي هلأ عم بيتابعنا، نصيحة منك كطبيبة أسنان وتجميلي، حسن كله هلأ تفسيحات الموضة كترانة وكله بيلجأ للتجميل. نصيحة عامة انه ما نحن مثلا بخصوص التبييض ما نقوم نلحق الاشكال التجارية او الدعايات، لا، نستشير الطبيب انه شو كل حالة لها خصوصيتها، نستشير الطبيب بالنسبة لنوع التبييض اللي لازم يتبعه، المعجون انتهاء بالمعجون. فيعني بالدرجة الاولى نحن لازم استشارة الطبيب بشكل اساسي. نعم. ما نستخدم من عنا، ما نستخدم اي شيء. نحن بنتشكرك كثير على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، وان شاء الله الكل يكون استفاد منك كمان. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. شكرا لك.